بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهاردة يا أحبابي عن رؤى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من رآهم في منامه في الصفات الحسنة كان ذلك دليلا على حسن اعتقاده وإتباعه لسنتهم، وربما دلت على انتشار العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما تدل رؤيتهم على الألفة والمحبة والأخوة والمساعدة والسلامة من العداوة والحسد وزوال الغل من الصدور، وتدل رؤيتهم رضي الله عنهم على الخير والبركة حسب منازلهم ومقاديرهم المعروفة في سيرهم وطريقتهم، وربما دلت رؤية كل واحد منهم على ما نزل به وما كان في أيامه من فتنة أو عدل. ومن رأى أحدا من الصحابة فليتآول له بالاشتقاق مثل سعد وسعيد فإنه يكون سعيدا. تفسير رؤية الأضحية في المنام دليل على الوفاء بالنظر والخلاصة من الشدائد، ومن رأى أنه ضحى وهو مدين قضي دينه، وإن كان فقيرا اختنى، وإن كان خائفا من أمن، وإن كان لم يحج فإنه يحج، وإن كان محاربا انتصر، وإن كان مغموما فرج الله عنه غمه وهمه. دي يا أحبابي تفسير رؤية الأضحية في المنام. أما تفسير رؤية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تدل رؤيتهن في المنام على الأمهات كما تدل على الخير والبركة. والمرأة إذا رأت عائشة رضي الله عنها في المنام نالت منزلة عالية وشهرة صالحة وحظوه عند الآباء والأزواج، وإن رأت خديجة رضي الله عنها دلت على السعادة والذرية الصالحة. ومن رأى من الرجال أحدا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكان عزبا تزوج امرأة صالحة، وإذ رأت المرأة أحدا منهن دلت رؤيتها على بعل صالح يكفيها ويكفيها. أما الاستعاذة في المنام يا أحبابي، من رأى أنه يكسر الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان فأنه رزق علما نافعا وهداية وأمن من عدو وغني من الحلال. الاستغفار يا أحبابي يدل في المنام على سعة الرزق ودفع البلاء. الاسم يا أحبابي في المنام، إذا تحول اسم الإنسان في المنام إلى غيره فيعبر عنه بالمال فيسعد بالسعادة وسالم بالسلامة. أما الأصبع يا أحبابي هي المعينة للإنسان، الأصبع على دنياه في مهنته، والأصبع في التأويل أولاد وأزواج وأباء وأمهات ومال وملك. فمن رأى أن أصابعه زادت زيادة حسنة دل ذلك على الزيادة فيما ذكرناه، ونقصه نقص من دلت عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أعلى وأعلم.